خليني اقول لك كمان جزء من حوار موسيماني عن يعني النهائي الافريقي. هو كان قال واكد اكيد هيكون في صعوبه يعني للغايه في هذا اللقاء، وهو كان قال تصريح كده، قال كنت اعلم الكثير عن كايزر تشيفز عندما عملت في جنوب افريقيا، والان لا اعلم الكثير عن الفريق في هذا الموسم. لقد قاموا باستقطاب مدرب جديد وبعد كده رحلوا وتعاقدوا مع مدرب اخر، لكن مستواهم في الدوري او دوري الجنوب الافريقي ما كانش جيد، فهم متواجدون دائما في المركز الثاني او الثالث او الرابع خلف سان داونز في ترتيب جدول الدوري، ولكن المنافسه بينهم تشبه المنافسه بين الاهلي والزمالك، وهو فريق جيد وهم يعني نفس الفريق او نفس التشكيل بتاع الموسم الماضي، ولا يجب ان ننظر هنا لمستواهم في الدوري المحلي، وعلينا ان نتعامل معهم بحذر لانهم الفريق اللي وصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. وبرده اعتقد كلام محترم جدا، اللي هو ده الكلام المفروض برده يتقال وان احنا كلنا نسمعه، ما حدش ابدا بيقلل من الخصم، عمرنا ما سمعنا اي مدير فني حقيقي تابع للاهلي مش بس موسيماني قلل مره من الخصم او يعني استخف بلقاء معين او بطوله معينه. احنا دايما بنحترم الخصم ودايما بنجهز وبنحضر وبنذاكر وبنعمل اللي احنا نقدر عليه، فده كلام متوقع جدا من موسيماني طبعا. على فكره من ضمن الاسئله النميسه نوعيا اللي هي اتسالت لفيتسو موسيماني في هذا الحوار كان عن ايه الفرق بين كايزر تشيفز اللي انت شخصيا كفيتسو موسيماني واجهته قبل كده في الدوري جنوب افريقيا وبين الفريق اللي هيواجه الاهلي في دوري الابطال. قال اعتقد ان الفارق كبير والدوافع ايضا مختلفه، لابد وان نسال انفسنا كيف وصلوا للنهائي. ليس من السهل على اي فريق الوصول للنهائي، ولن تستطيع ان تحدد مستوى معين لهذا الفريق، فمن الممكن ان يلعبوا مباراه جيده للغايه وفي بعض الاوقات لا يلعبون بنفس الكفاءه. لقد خسروا من الوداد برباعيه في ملعب محايد، ثم واجهوا الوداد مره اخرى في المغرب وهزموهم، وخسروا قبل كده 3-0 من سيمبا وفازوا بالنتيجه 4-0 في النهايه على ارضهم، كما نجحوا ايضا في التغلب على سان داونز هذا الموسم في الدوري. وقال كمان انه فريق يصعب تحديد مستواه بشكل قاطع، يعني لا يمكن ان نتعامل معاه بالطريقه صحيح. المعتاده، علينا ان نركز على مبارياتهم في دوري الابطال لان هذه المباريات هي التي تحدد مستواهم في البطوله وليست مبارياتهم في الدوري المحلي. سوف نسعى لمشاهده كل مبارياتهم ودراسه نقاط القوه والضعف حتى نصل بالفريق في المباراه النهائيه الى افضل شكل ممكن. طبعا كلام موضوعي جدا ومنطقي جدا وكلام في موزون الحقيقه من بيتسو موسيماني. الراجل بيقول لك يعني ايه، احنا هنعمل اللي علينا وهنذاكرهم كويس ونشوف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، وبناء على ده هنجهز نفسنا لمراقبتهم في المباراه النهائيه واللي ان شاء الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. احنا شفناه كمان في المباراه الاخيره في يعني مش الاخيره بس، الذهاب والاياب بصراحه مع الترجي، لان احنا بنتكلم كمان الخطه بتاعت اللعب اتغيرت اثناء المباراه، ففكره ان انت تغير خطه اللعب ويبقى اللعيبه كمان متمرنين عليها بشكل احترافي، ده جهد كبير جدا وتحضير كبير جدا ومذاكره كبيره جدا. فيعني احنا شفنا فعلا يعني حاجه محترفه من موسيماني يعني مش طبعا مش بتكلم بس على المباراه الاخيره، ولكن يعني تحديدا المباراه الاخيره كانت اكثر من رائعه. ولو اتكلمنا هنا عن الاقدار بقى، يعني برضو شاءت الاقدار في النسخه دي، بنتكلم من دوري الابطال لان موسيماني بيواجه فريقين من جنوب افريقيا، هم سالوه في الموضوع ده هل تتاثر بمثل هذه المواجهات، هو قال الامر لا يتعلق بالعواطف، لقد جنبت عواطفي الشخصيه حين واجهت سان داونز اللي تعاون معاه لفتره طويله جدا، مباراه كايزر تشيفز لا تتعلق بي ولا تتعلق بكوني من جنوب افريقيا، المهم عندي انني وصلت للمحطه الاخيره وامامي 90 دقيقه بتفصلني عن هدفي ولابد ان اجتهد خلالها للوصول لهذا الهدف. مع التاكيد هنا بنتكلم يعني عن هذا المفهوم مع اللاعبين خلال طبعا المحاضرات اللي بتسبق المباراه، ان هو يوصل لهم هذه الرؤيه. ف يعني بجد مدير فني حقيقي يعني محترف لو جدا جدا.